مهندس اسلام سيالة، المهندس المسؤول عن وحدة التعبئة والتخزين. الهدف من الوحدة يا فندم هو تعبئة 4 منتجات نهائية بعد إجراء عمليات الفصل والتركيز عليها في مصانع الفصل المختلفة. تحتوي الوحدة يا فندم على 4 وحدات للتعبئة. وحدة تعبئة منتج الجارنت، وتقوم يا فندم بتعبئة المنتج بدقة إنتاجية 67 طن يوم. وحدة تعبئة منتج الزيركون، وتقوم يا فندم بتعبئة المنتج بطاقة إنتاجية 104 طن يوم. وحدة تعبئة منتج الليكوكسين، وتقوم يا فندم بتعبئة المنتج بطاقة إنتاجية 16 طن يوم، وهو درجة من درجات الروتايل. وأخيرا يا فندم وحدة تعبئة منتج الروتايل، وتقوم يا فندم بتعبئة المنتج بطاقة إنتاجية 33 طن يوم. أي أوامر يا فندم؟